استرابلسي مدير الإدارة الوطنية للتحكيم. سعاوز أرحب بك من جديد، مدير ولا رئيس نقول؟ مدير إدارة وطنية للتحكيم. ولا كيف كيف؟ لا مدير إدارة. مدير واضح. به نحكي ولا ما شوية ماتش القروين والسيربي، كيف المقابلة اللي عملوا أثر شوية جدل. اللقطة نتاع يوسف السراري، كيفاش قراءتك ليها يوسف؟ شنو صار في اللقطة ذيك؟ شنو حكيتوا مع الحكم؟ أول حاجة هي نعرف المادة 5 من قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تعطي السلطة المطلقة للحكم في اتخاذ القرارات ولا رجعة، يعني هو سيد الميدان. أولا اللقطة كانت هيزيتاسيون من المساعد اللي زرب في خروج الكرة من عدمها، وقت اللي واحد يلا يزيتي بالنسبة للحكم هو ياخذ الانيسياتيف، وحتى كانت بيناتهم حتى كي الكوميونيكاسيون انه نورمالمون يواصل اللعب وتواصل اللعب وجابت هدف. مالوروزمون بتيتر اللقطه هذيك ما يلزمهاش تكون، لانه يعني يلزم يكون تنسيق، يلزم الحكم المساعد يتريث، يلزم رفع الرايه خاطر بحسابه. هذا هو يعني اللي صار، هو هز وهبط. مساعد معنا في القيمه نتاعو هو معنا عمر الرياح عدى واش ما شويه كبار معنا نورمالمون ما يغلطش حاجه نتاع عابد دوبا ديبيتون معنا والله يعني. هو ما قلت لك راهو عمر الرياحي من خيره معنا من الحكام المساعدين صراحه. ما تعرف اللي قلت لك بوتيتر برشا ضغط برشا بريسيون يخليه بوتيتر زرب شويه مش ترفع الرايه وهبط في ساعه. هذاك الخطا ولو هو خطا بسيط، لكن ما تعرف احنا نحبوا نشدوا في كل شيء. من نقاط الاستفهام اللي تقيت على وقت المقابله مش بخصوص خروج الكره، لكن تقيت خطا معناها مخالفه، منين جات المخالفه سعواز؟ والله هو يكون خطأ في التحرير، أنه من طاقم التحكيم نورمالمون أنك تعمل ريزيرف تفيتون ريزيرف ما تفسر لحد، عندك رابور سوي بعد تعمله وتعمل رابور متاعك تحط اللي تحب. بتتر ما نقولش خطأ، ما كان فيه شوية ارتجال، فيه شوية كونفيونس، ترو دو كونفيونس، مش كونفيونس، ما إمام مراقبة المباراة قمت بالاحتراز وتقف غادي بعد كان عندك رابورت تكملوا وكاو. في هذا من ناحيه الشكل ما لازمش يكتب قلت لي مخالفه، من ناحيه المضمون علاش كتب مخالفه؟ ما شفناش حتى مخالفه من لاعبي وحده. هو في اقواله راهو اغزر، يلزم نفهموا حاجه في القانون، في قانون كره القدم راهو حتى لاس فيها كفران انديريكت. وقت اللي واحد جاي زوز تقول له ليس فيها كفران ديريكت، كاينك تلوج على التبرير. لا مش نلوج على التبرير، لا مش نفسر للناس شنو وراه. هو شاف مخالفه قبل، انا ما شفتش مخالفه مثلا، ولا هو الاخر شاف مخالفه، هو اللي قريب غادي نجم يقول لك انا شفت اقرب، انا سمعت. ما يلزم زاد احنا نكونوا صوره واضحه سعويز، هو يغزل الخط التماس، ثم فرق بين الكره وصلت الخط التماس ما نعرفوش ما نعجبش نحكموا خرجت ولا لا. هو هز وقت اللي الكره على خط التماس، هو في كل تأفيق هو في هو تركيزه حتى تركيزه منصب على خط التماس، وانت بيدك من اللي قلت هز هو في كلتا الحالتين يعني تنجم اذا كان ثم كفران ما يرجعلكش لانه ثم فونتاج، واذا كان ثم كره خرجت تقعد شاد ترفع على الدرب نتاعك وتقعد متمسك بالقرار نتاعك اللي الكره غادرت نهائيا ما تهبطش. هو الى ايزيتي حط روحك انت مكانه كحكم، شنو تعمل؟ هز وهبط، يعني هو زرب كسوا ثم خطا ولا ما ثماش، ما عندناش نحكوا على خطا، نحكيو احنا الناس كل بقات تحكي على كره خرجت من عدمها. هذا اللي نحكيو عليه، لكن في جميع القرارات ديما ترجع القرار الاخير يرجع للحكم. مثال لو الحكم كرة دخلت ولا ما دخلتش بار اكزومبل، لاسيستون قال ما دخلتش والحكم شافها دخلت، يحط بونت ولا لا؟ الحكم بالطبيعه هو ديسيزيون، يعني اللي قاعد يتحكي الكل. خاطر بعض الحكام الخبراء في التحكيم قالوا الا في التماس. لا المواد 17 في كرة القدم ما ثماش اللي يجيب لي هذه في التماس. ثم حاجات قديمة كانوا يقولوا هنا، حتى احنا قالوا هنا القرار في قرار وحيد غلط، لكن إذا ما نستقر القانون ما يتكلموش هكيك. المادة 5 ما فيها حتى حاجة تعطي صلاحية للحكم المساعد مش هو ياخذ قرار مكان الحكم،
ديما ترجع القرارات الكل للحكم الرئيسي بما فيه الحكم الإضافي، الحكام الإضافيين والحكم الرابع إلى آخره إلى آخره. ثم ترافاي دو جروب يتفاهموا فيه، ثم ترافاي ديكيب، مي في التيران هو لو متر دو بار. باه، فيما يتعلق بالحكم كريم الخميري، اسكو حكيتوا معاه باش يعتزل مش باش يعتزل؟ كيفاش؟ بون، كريم الخميري بتتر تسرع في القرار نتاعو، كان على اشو واحد بتتر حس انه تظلم، لكن كريم الخميري ما تظلمش. وانا اتصلت به شخصيا وهو ولدنا ومش يرجع وما صار شيء يعني. رسميا معناها سيبوه باش يرجع رسميا كريم الخميري يرجع. يقول هو حدا يتكلم بعد المقابلة يقول لك علاش تشهير بيا معناها كيف؟ فما حكام اخرين يقول لك اخطوا ما تقعش تشهير بيهم، مثلا نضال طيف اخطا، اسد قسامي اخطا، ما غير للذكر للحصر معناها. شوف سلام، ما احنا ما عندناش واحد فرض واحد صن. ثم اخطاء، واحنا افون سيزون حكينا يعني من اعلى الهرم لاسفل كانت الكونسيني واضحه انه الاخطاء ماذا بينا تكون من عدمه، ولو هي اخطاء بشريه. في تقييمنا الناس اللي اخطوا عاقبناهم، تقول لي علاش العقوبات وعلاش التشهير؟ هو ما هوش تشهير، قلنا عقوبه، اللاعب اللي يخطئ يتعاقب، المسؤول اللي يخطئ يتعاقب، الحكم يخطئ يتعاقب، هما هذوما الثلاثة أطراف ولا أربعة أطراف متاع اللعبة اللي موجودين كلهم يتعاقبوا، مش واحد فرض واحد سنة. تقول لي تنقص لي ولا تزيدني ولا لا، لا فماش واحد تنقص له، حكم بشر يخطئ، كرامته محفوظة، قدره محفوظ، مكانته محفوظة، حتى واحد مشكك في كريم الخميري، في أخلاقه، في كل شيء، أما يتعاقب كيف وكيف كل حكام. انا حاجه واحده ما نحبهاش، علاش عاقبت فلان وعلاش ما عاقبتش فلان؟ ينجم الاخر اخطا الفوت دو بريستاسيون، منعته المقابله، نجم انت ما زفرتش بيلانتي وليكيبي كي ربحت صح عليك، تنجم البريستاسيون ديرون ماتش كامل، المخالفات الكل اللي عملتها في اتجاه فريق واحد يعني ضد فريق واحد، انك تعمل خمسة وستة اخطاء في اتجاه فريق واحد، في الحاله هذه تعاقب. وقت تكون فوت دابريسياسيون من هنا ولا من هنا ما يتعاقبش. وانا اكثر واحد ندافع، لكن في بعض الاحيان فما اخطاء تخليك مجبر مش تاخذ قرار نتاع العقوبات. قبل كنتوا تعيطوا للحكام قبل العقوبات، علاش تو ما عادش تسمعوا؟ كنت تسمعوا مقبل؟ شوف ديما في اون جينيرال كنا قبل، الغايه من ان نعيطوا مش نسكتوا الناس، الغايه منها مش نصلحوا، للإصلاح علاش وكيفاش. لكن طويكة أنك لي ماتش كل ميدياتيزي واللجنة الكل يتفرجوا، حتى اللي ما عندوش ماتش نورمالمون يوصلوا، يكون نهار ذاك يكون موجود باش يتفرج في مقابلة. ما أنا مثلا نكلم أعضاء اللجنة، أنت تتفرج في المقابلة الفلانية، أنت كل واحد يتفرج في مباراة، مش يكون التقييم بعد، حتى بعد المباراة كيفما بيلانتي نكونوا على الأقل كات، إذا كان نكونوا كات كونتر دو مش كيف نكونوا الخمسة في اتجاه واحد. خاطر ثم أخطاء اللي ما نجموش نحكيو فيها، ثم أخطاء أنك في ماتش في مقابلة معينة أنه أخطأ الحكم أخطاء في اتجاه واحد، الناس كل نتفقوا عليها. إذا كان أنت كإدارة وطنية للتحكيم ما تعرفش تقيم ولا ما تعرفش معلوماتك تاخوها من مصادر صحيحة وما تعرفش تقيم، ما تنجمش تعاقب. خاطر احنا أبار لي كوميسير دو ماتش، وصلنا بعثنا حتى دو كوميسير، أبار الناس اللي يتفرجوا عنا أعضاء اللجنة كل تتفرج، فماش يعني أخطاء السنة اللي فادحة بون. لكن كنا سيفير بالحق، أنا الحاجة اللي نقولها كنا سيفير برشا مع الحكام، خاطر في حتى ولدك في الدار إذا كانت تسيبه بعد ما تلقى في حد شيء، لذا ثم حالات يزم يعرف الحكم اللي هو راه موجود باش يعطي حق العباد، عنده داره، الدار هذيك راهي ليها حرمة، والحرمة هذيك مازمش تمسها، خاطر ثم نيفو معين نتاع اربيتر انترناسيونال مازمش تيح تحته، ولا حكم نخبة مازمش تيح تحته. السياسة اللي كنت تعتمدوا فيها سي عويس تاع الاعتماد على بعض الحكام الأجانب سواء أفارقة ولا حتى عرب، علاش تراجعتوا فيها؟ ما كانتش ناجحة؟ والله هي كانت اتفاقية تبادل، يعني الغاية منها شنو؟ أنك تعطيني ونعطيك. مع العرب هذه. مع العرب، وإحنا بدينا بمصر.
لكن بعداش ثم انك انت تعطيني زوز مباريات وانا نعطيك خمسة، ما ثماش يعني التوازن حتى في الواحد. وقت اللي ما تعاملنيش انت باحترام ما نعملكش باحترام. بلك يعني شوفك كامل المقابلات اللي أجرها مثلا في مصر خلفت شوية نقاط استفهام. ما هوش صحيح، لأنه المقابلات حتى اللي صاروا لهنا خلفت برشا حاجات. تعرف الإعلام في مصر يخدم قوي برشا، قوي يخدم لبلاده، يخدم مع ولد البلد كما نقولوا احنا. وقت يمشي حكم ولا يمشي الناس كل تصليني وراه، احنا كي يمشي حكم مثلا مشي زفر عندنا نقص في الحاجة هذه. صحيح انت عندك جمعيتك وعندك ميولاتك وعندك 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 وعندك، لكن وقت يعود مصلحة تونس يعني حكم دولي تتنحى كل شعارات الكل والألوان ونصليني وراك الحكم ذاك مش نشحوه مش نمشيه معاه. بالنسبة للأفارقة بالنسبة للأفارقة جبنا زوز أحسن يعني أربيتريت، شفت واحد نجح واحد منجحش، لكن صعيبة مع الأفارقة أنا جفوها اللي مش تكون صعيبة برشا تنشمش. بالنسبة لل حملت شوية سياسة متاع استقطاب معارضين في الدي ان ا دخول مراد الدعمي مثلا. والله مش معارضين، انا قلت لك راهو اخزر اون فان دو كونت، انت سالتني برشا اسئله في بدايه حوارنا، سالتني برشا اسئله يعني مش استفزازيه، مي انك ديزون تحب تشوف برشا حاجات. هذه انا نمن بحاجه ويحبوا ولا يكرهوا، هذه دارنا دار الحكم، احنا يعني وليت عنا دار تلم الناس الكل. ثم ناس وقت اللي يكون في الدار هيك يكون هيك احسن دار، وكيف يقولوا السماء صافية والعصافير تزقزق، خرج منها يولي عبد واحد اخر. بون مهما كان يقعد ولدك، انا نقول يعني انه اخطا، صحيح اخطا مراد الدعمي في بعض الديكلاراسيون في بعض كذا، لكن يقعد ولدنا، يقعد حكم دولي، يقعد حكم مونديالي، يقعد عنده اسمه. ما مش معقول ان ولدك يغلط تقضي عليه. سمعت اللي فما شكون ما تقبلش وجوده مراد الدعمي في الاداره؟ والله هي شوف يتقبل ولا ما يتقبلش سي سون بروبليم، ثم مدير إدارة وطني للتحكيم وثم رئيس جامعة هو اللي يقرر فان دو كونت. لكن مش أني ما نحبش إسلام ما نخدمش معاه، ما هيش حب هي وتقبل ولا ما تقبلش، هذه خدمة لبولو سي لبولو، اون ترافاي انسامبل، نخدمه كل واحد يخدم الطاش متاعه، كل واحد يعرف الطاش متاعه، ما يتجاوز حدوده. أما الحب والواحد ماذا بيا تكون الناس الكل أحباب، والحمد لله يعني لباس اللي نعرف حتى فما شويه خلافات بينك وبينه تو انا وياه نو جامي، يمكن اقرب واحد لي انا هو انا 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 اللي فما خلافات مع بعض الاداره اعضاء في الاداره. لا 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 مش صحيح بتاتا، لا مش صحيح، لا مش صحيح. اول حاجه خلافات علاش ما تقبلوش خاطر الكلام اللي قالوا قبل في بعض الاعضاء وتوا ولا ما تحب نقول لك حاجه. انا بالنسبه لي انا وقت واحد يقول فيه كلام دخلوا البيرو، دخلنا البيرو قعدنا، راك قلت 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 هذا عيب، خرجنا من غادي نمن بالرجوليه بالكريديبيليتي نتاعك، ما عادش الانسان هذاك صفحه وتويناها، اخدم على روحك ربي يعاونك وسيفيني. نحب ولا نكره الحب راهو في الخدمه، ما يلزموش تكون العاطفه وتكون الحب، ماذا بينا نكونوا احباب نكونوا خيان، ما كل واحد يخدم خدمته. فما حسن لبعض الحكام ولا سي عواز من الاداره؟ حسن شنو؟ نتاع يغلط ولا ما يغلطش يتعاين ديما. والله انا نعرف الحصانه في مجلس النواب، اما في التحكيم ما تنجمش تكون ثم حصل. ما فما حتى حكم خاطر ثم حتى واحد عنده حسن وصدقني تنجم تشوفها على وجوه الحكام، لانه مساكن الحكام، لانه الجورجي وقت اللي يغلط مهما كان اسمه عنده ملاذ وحيد هو ادارته. الحصانه شنو وقت اللي يغلط ساعات حكم ونقف معاه، هيك الحصانه وقت الناس الكل تدخل فيه انا نقف معاه، وقت الناس الكل تلوحوا انا نكون معاه، وقت اللي يكون مريقل انا بطبيعة نكون أنا معاها مريقل. اللي مش حابين تفهموه أنتوما أنه رأوا مدير إدارة وطنية للتحكيم ولا رئيس لجنة التعيينات يزم يكون بو. شنو هو البو؟ وقت اللي ولدك تطيح به تقف معاه،
انتوما نسمع ويعاونوا على الفساد ويعاونوا على السرقه ويعاونوا على ما نعرف شنو. وين الفلوس اللي باش تسرقها العباد؟ دي جمعيات مساكن تسخف، هي ديجا الجامعه تعطي فيه. مش المدينه الفاضله، مش مدينه، لا شنو المدينه الفاضله؟ كيفاش راه؟ فما اتهامات بالفساد لبعض الحكام مثلا، فما حتى سمعنا حتى اتهامات من رئيس مثلا اتحاد سبيطله قال برشا كلام وقت الحكام اتهمهم حتى بلاش، وقال انا بيدي كنت موجود في المنظومه هذه. شوف تعرف اللي احنا كي دخلنا ثم برشا حكام مشيو على روح، حتى كانت تحوم وراهم حاجات، اعطيني حاجه ملموسه، كان ثم حاجه ديجا ثم ناس وراهم كان برشا كلام مشيو على روحهم بطبيعتهم بطريقه ذكيه، ما جيناش قصيناهم، ما هي بطريقه ذكيه. كل حكم راو تحب ولا تكره، تو وقت الفيسبوك والانترنت والدنيا، ما ثماش حكم هو الحكم ولا كان ما يلقاش وراه اداره قويه وجامعه قويه يولي كوجتابل. اربع خمسه ماتشوات في البطوله ما مشاش بالكدا، هذا يحب بلانتي ولو غالطه، والاخر يحب بلانتي ولو غالطه، توفى كاريرو. سي با فاسيل مش تقعد تعمل كارير 20 و25 سنه، سي با فاسيل. ما فماش فساد في التحكيم في تونس؟ فماش فساد في التحكيم. نضيف من القسم الهوات حتى الرابطه الاولى. نضيف واللي عنده حاجه ماذا بيه ينورنا به. الاتهامات هذوما مثلا انت رئيس بيطله ولا حتى قبل قضيه حسين جنيه حسين الحملوني تبعتوهم شويه في القضاء، ما عرفتش شنو صار فيهم. هي خطمس الحكام كمان حاجة كما هكا، هي مشيت للقضاء، هيك حاجة مشيت تكفل بها القضاء وخرجوا يعني براءة، وأكبر دليل الحكاية ما فيهاش حاجة صحيحة. باهي نحكي شوية عن مافيولا سي عواز، هل صحيح أن الإدارة والجامعة حاطة إيديها على مافيولا في الأحد الرياضي؟ والله الأحد الرياضي هو برنامج يظهر لي نتاع التوانسة الكل، التلفزه التونسيه نتاع ملك الناس الكل، وما ينجمش الناس اللي فيها مش احنا نتحكموا فيها. شنو حاطين يدينا يعني؟ فما حقوق بث مثلا نعطيك، كي نشوفوا محمد بن حمزه ولا رضا فهمي يعمل في المافيولا، عباد معناتها من الاداره معناتها التحكيم، علاش مش ناس مش موجودين؟ لا موجودين على كفاءتهم، مش موجودين هكاك بوريان. علاش ويا حبذا هو راهو في احنا الاوبجيكتيف نتاعنا كان يعني توافقنا التلفزه التونسيه في كل اسبوع يمشي واحد من الاداره. علاش؟ مش يكون التقييم 100% فاعل. انت تجيب لي واحد بار اكزومبل بعد على التحكيم 5 و6 سنين، ما حلش كتاب، ما يعرفش لي نوفيل ريكومونداسيون، لي نوفيل موديفيكاسيون، وتجيبه شنو مش يعمل؟ انت تسكر كتاب شهر تضيع كل شيء. الاربيتراج ديما تقرا، ديما كتاب محلول، وكيف تجيب واحد من الاداره كيف النقيض؟ ما ينجمش يكون من النقيض للنقيض. كيفاش يكون؟ يعني ثم بيلانتي ويقول مش بيلانتي. نعطيك راي على المافيولا. المافيولا في تونس تعمل بدو كاميرا ولا بتروا كاميرا ولا بكات كاميرا. بيلانتي الترجي الاخرانيه نحبك عاود تفرج فيها مثلا. علاش؟ وقت تجيب لي كات كاميرا توري لي من زاويتين مش من 4 زوايا، عبارة تصور في نعرش في أشباح، وجي تحكم على أربيتر بمزاجك. أعطيني اللي في المافيولا قداش يقعد يشوف هاللقطة، قداش يحطها اون تروا دي يتفرج فيها اون تروا دي؟ ما نتصورش. إذا كان ياخو 5 دقائق راهو بريمة، مش يشوف ماتش كامل. وين تحديت بالمافيولا ونعرف مافيولا راه يلزمها برشا وقت. التلفزه التونسيه قاعده تجتهد، مي سي انسيفيزون. ما تنجمش تجتهد على حساب كارير نتاع حكم، مش معقول. ما عندكمش حتى علاقه في التعيينات تاع العباد في المافيولا؟ لا حتى علاقه معنا. شنو رايك في المافيولا نتاع عبد الحمزه مثلا؟ قاعد يجتهد مع انه يزلط ساعات، رغم هو معنا موجود. قاعد يجتهد. قبله مثلا يوسف سعد الله. كيف كيف؟ كيف كيف؟ وحيد كيف كيف؟ ما ينجمش، ما ينجمش. جيبش انا ديما نقول لهم، قلت لهم كلمه شهيره، قلت لهم لو جيبوا رسول ما يرضيهمش الجمعيات. كان انصف الحكم.
لا مخاطره كان حكم مخاطره من الإدارة وخاطره كان مشى مع جمعية هو أحسن واحد. وأنا نقول لهم اللي تعدوا بالمفيولة كنت حكم مراك تاكل في العصا وتولي في المفيولة مش تاكل العصا. لذا على الأقل أنصف الحكم مش بالغلط ومش بالظلم. نكمل آخر سؤال سي عواز. قضية الرهانات نتاع اللي تورط فيها ابن أخ هشام جيرات في فرنسا تبعتوها شوية اللي ماتش تريكي وحكيت كما هكا وحتى ابن رئيس الجامعة خرج اسمه في الموضوع هذا؟ والله تحكي لي على موضوع اللي عندي بيه حتى علم وحكاية بعيدة حتى كي بعد يعني اللي سمعته أنا سمعته المصادر اللي سمعتها الزوز ما عندهم حتى أربعة دخل في الحكاية. هي عندك باع علم مش ما عندكش باع علم؟ لا لا يعني دو بري دو بري اما بعد اللي سمعته الزوز ما عندهم حتى يعيطوا لهم من تحقيقهم. ما عندي حتى فكره. مش صحيحه الحكايه بعد حتى كي سمعت قالك مش صحيحه وجبدت حتى في اعلى مستوى ما هيش صحيحه. واضح. اما ما قلت لك راهو الانسان اللي يحب يصطادك ما يصطادكش تكون كوريكت وتكون كذا يصطادك بدي بلي زاكوتي. واضح. دونك هكا نكمل الحوار معاك سي عواز. مازال عندنا شويه روبريك نستسمحك باش نعملهم مع بعض. مرحبا بيك سلام. فاصل فما مواصلين في زون ميكس حتى